السلام عليكم أصدقائي. اليوم سوف نكمل ما بدأناه في المرة السابقة عن درس قاربي يطفو. معكم معلمة الصف الثالث الابتدائي الآنسة هلا الريس. لنبدأ. لنتذكر معا أصدقائي ما ذكرناه في الدرس السابق. دفع السوائل للأجسام نحو الأعلى يسمى الطفو. تحرك الأجسام في السوائل نحو الأسفل يسمى الغمر أو الغرق. الكتلة الحجمية تختلف من جسم إلى آخر. سوف نكمل الآن ما سبق. تحدثنا أصدقائي في المرة السابقة أن المواد الصلبة تختلف فيما بينها بالكتلة الحجمية، فهل السوائل يا أصدقائي تختلف أيضاً بالكتلة الحجمية أم لا؟ لنجرب هذه التجربة ونتأكد. أجرب. المستلزمات هي كأس زجاجية شفافة، سائل جلي ملون، زيت نباتي، ماء، وأنبوب مدرج. لنبدأ. الخطوات: أضع كميات متساوية من الماء والزيت وسائل الجلي في الكأس. لاحظوا أصدقائي، وضعنا هذه السوائل جميعها في هذا الكأس. أنتظر مدة زمنية مراقبا توضع السوائل في الكأس. ماذا ألاحظ؟ انظروا أصدقائي، وكأن كل من هذه السوائل توضع فوق الآخر ولم تختلط هذه السوائل فيما بينها. لماذا يا ترى؟ ما السبب في ذلك برأيكم؟ السؤال الآن أصدقائي، لماذا لم تمتزج هذه السوائل وتوضع كل منها فوق الآخر؟ لماذا؟ فكروا. الجواب: لأن كل سائل من هذه السوائل السابقة له كتلة حجمية مختلفة عن الآخر، أي ترابط الجزيئات فيما بينها مختلف بين السوائل أيضاً، كما في المواد الصلبة. هل تذكرون أصدقائي المكعب الخشبي والمكعب المعدني؟ أحسنتم. السؤال: ما هو ترتيب هذه السوائل؟ من الأول؟ من الثاني؟ من الثالث؟ الجواب: سائل الجلي أكبر هذه السوائل كتلة، أي جزيئاته مترابطة بقوة، فيتوضع في أسفل الكأس، ثم يليه الماء في الكتلة، ثم أقلهم كتلة الزيت لأنه يطفو فوق الماء. إذن الترتيب هو سائل الجلي في أسفل الكأس، ثم يليه الماء، ثم يليه الزيت. هل أنتم مستعدون أصدقائي لبعض الأسئلة؟ إذن لنبدأ. أقارن بين النتائج ثم أحوط الإجابة الصحيحة. المادة التي تغرق في قعر الكأس هي الماء أم سائل الجلي؟ من هي المادة التي توضعت في قعر الكأس أصدقائي؟ أحسنتم، سائل الجلي. الجملة الثانية تقول: ترتيب السوائل ذات الحجوم المتساوية فوق بعضها يدل على أن كتلتها متساوية أم غير متساوية أصدقائي؟ ما الجواب؟ هل هي متساوية أم غير متساوية؟ أحسنتم، غير متساوية. الجملة الثالثة تقول: كتلة مادة الزيت في حجم معين تؤثر أم لا تؤثر على طفوه فوق سطح الماء؟ انتبهوا أصدقائي، كتلة مادة الزيت في حجم معين تؤثر أم لا تؤثر على طفوه فوق سطح الماء؟ أحسنتم، تؤثر. لنكمل معا أصدقائي بعض الأسئلة.
الزيت يطفو على سطح الماء لأن كتلته الحجمية أكبر أم أصغر من الكتلة الحجمية للماء؟ فكروا مليًا أصدقائي، الزيت طفى على سطح الماء، هذا يعني أن كتلته الحجمية كبيرة أم صغيرة؟ أحسنتم، أصغر. العبارة التي تليها تقول: المادة ذات الكتلة الحجمية الأكبر تستقر في أعلى أم أسفل الكأس؟ ما رأيكم أصدقائي؟ الزيت طفى على سطح الماء لأن كتلته الحجمية أصغر، إذن المادة ذات الكتلة الحجمية الأكبر أين سوف تستقر؟ أحسنتم، أسفل الكأس. العبارة التي تليها تقول: ترتبت المواد فوق بعضها في الكأس بحسب كتلتها الحجمية أم حجمها؟ الجواب: كتلتها الحجمية. شكرا لكم أصدقائي، بارك الله بكم. أستنتج: الكتلة الحجمية تختلف من جسم إلى آخر. المواد ذات الكتلة الحجمية الأكبر تغرق، والمواد ذات الكتلة الحجمية الأصغر تطفو. ونعيم النظر في الصورة الآتية. لاحظوا أصدقائي، هذه الصورة لمنطاد. إذن الآن يا ترى عن أي مادة سوف نتحدث برأيكم؟ تحدثنا عن المادة الصلبة والمادة السائلة، والآن سوف نتحدث عن المادة الغازية. أحسنتم، ولكن كيف؟ من خلال عمل المنطاد. لاحظوا أصدقائي، كيف يعمل المنطاد؟ يقوم مبدأ عمل المنطاد على الطفو، حيث يطفو المنطاد في الهواء الجوي اعتماداً على تسخين الهواء الذي يوجد بداخل المنطاد، مما يؤدي لانخفاض كتلة الهواء داخل المنطاد، وبالتالي ارتفاع المنطاد نحو الأعلى. إذن أصدقائي، أيضاً المواد الغازية كتلتها الحجمية تختلف. هل أنتم مستعدون أصدقائي لبعض الأسئلة؟ إذن لنبدأ. أقارن بين النتائج ثم أحوط الإجابة الصحيحة. المادة الموجودة داخل المنطاد هي هواء أم ماء؟ ما هي المادة أصدقائي؟ أحسنتم، هواء. الجملة الثانية تقول: وجود النار أسفل المنطاد يسخن أم يبرد الهواء داخله؟ ماذا يفعل هذا النار؟ أحسنتم، يسخن. الجملة الثالثة تقول: تسخين الهواء يزيد أم ينقص من كتلته الحجمية؟ ما رأيكم أصدقائي؟ أحسنتم، ينقص من كتلته الحجمية. الجملة الرابعة تقول: ارتفاع المنطاد في الهواء يدل على أن كتلة الهواء الحجمية داخله أصبحت أكبر أم أصغر من الكتلة الحجمية للهواء خارجه؟ ماذا أصدقائي؟ وكأنه طفى، أي أن الكتلة الحجمية أصغر. أحسنتم. الجملة الخامسة تقول: اختلاف الكتلة الحجمية للهواء يؤدي أم لا يؤدي إلى ارتفاع المنطاد؟ اختلفت الكتلة الحجمية، فماذا؟ ارتفع المنطاد، إذن يؤدي أم لا يؤدي؟ يؤدي. أحسنتم أصدقائي. إذن أستنتج: المواد ذات الكتلة الحجمية الأكبر تغرق، وذات الكتلة الحجمية الأصغر تطفو. للكتلة الحجمية تطبيقات كثيرة في حياتنا، منها ارتفاع المنطاد عانياً في الهواء. تعلمنا معاً أصدقائي: الكتلة الحجمية تختلف من جسم إلى آخر. دفع السوائل للأجسام نحو الأعلى يسمى الطفو. تحرك الأجسام في السوائل نحو الأسفل يسمى الغمر أو الغرق.
المواد ذات الكتلة الحجمية الأكبر تغرق، والمواد ذات الكتلة الحجمية الأصغر تطفو. تعلمنا أيضاً للكتلة الحجمية تطبيقات كثيرة في حياتنا. شكراً لكم أصدقائي، بارك الله بكم. لنتفكر أصدقائي في هذا السؤال: تتمكن الغواصة من الانتقال من حالة الطفو إلى حالة الغوص وبالعكس، أفسر ذلك. كيف تقوم الغواصة بهذا؟ فكروا أصدقائي. الجواب: تنتقل الغواصة من حالة الطفو إلى حالة الغوص وبالعكس. كيف؟ لأن الغواصات تحوي خزانات كبيرة يتم إدخال الماء إليها أو إخراجه منها، فإذا أرادت الغواصة أن تهبط إلى الأعماق تملأ الخزانات بالماء بحيث تزداد الكتلة الحجمية للغواصة لتصبح أكبر من الكتلة الحجمية للماء، وإذا أرادت أن ترتفع للأعلى تقوم بتفريغ الخزانات لخفض الكتلة الحجمية لها، وبالتالي تطفو فوق سطح الماء. وعندما تعلق في الماء تتساوى الكتلة الحجمية للغواصة مع الكتلة الحجمية للماء. إذن هكذا تعمل الغواصات. هل أنتم مستعدون أصدقائي لاختبار معلوماتكم؟ إذن لنبدأ. أولاً، أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة. دفع السوائل للأجسام نحو الأعلى يسمى، ماذا أسميه أصدقائي؟ أحسنتم، الطفو. تغرق المواد التي كتلتها الحجمية فراغ من الكتلة الحجمية للماء. تغرق أصدقائي، فالكتلة الحجمية أكبر. أحسنتم. من تطبيقات الكتلة الحجمية في الغازات ارتفاع المنطاد في الهواء. وفي السوائل ماذا أصدقائي؟ طفو الأجسام. أحسنتم. السؤال الثاني يقول أصدقائي: أصنف أدواتي وفق كتلتها الحجمية عن طريق الاستعانة بحوض من الماء. الأدوات هي قلم رصاص، مسطرة، ومبرات. سوف أضع كل منهم في حوض ماء. قلم الرصاص عندما أضعه في حوض ماء ألاحظ أنه يطفو. المسطرة تغرق قليلا وتبقى معلقة في الماء، أما المبرة فتغرق في أسفل الحوض. إذا ما هو الجواب أصدقائي؟ الجواب أصدقائي: قلم الرصاص كتلته الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للمسطرة، والكتلة الحجمية للمسطرة أصغر من الكتلة الحجمية للمبرات. إذن كيف سوف يكون ترتيبهم؟ قلم الرصاص أصغرهم كتلة، ثم تليه المسطرة، ثم تلي المسطرة المبرات. شكرا لكم أصدقائي. ثالثا، أفسر ما يأتي. تشكل القشطة على كأس الحليب الساخن. لماذا تتشكل القشطة على كأس الحليب الساخن أصدقائي؟ لأن الكتلة الحجمية للقشطة أصغر من الكتلة الحجمية للحليب، لذلك تطفو. أيضا أفسر ما يأتي: الرمل موجود في قعر البحار وليس على سطحها. لماذا أصدقائي؟ أيضا لأن الكتلة الحجمية للرمل أكبر من الكتلة الحجمية للماء. أحسنتم أصدقائي، بارك الله بكم. إلى اللقاء أحبتي، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.